السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم. طبعا قبل كده قلتولي احنا عايزين نعرف ازاي ان الصبار بيعالج الحروق. طبعا لا قدر الله لو انت اتحرقتي ولا حصلك حاجة بحد بسرعة، اول ما بتتحرقي او تتلسعي بعد الشر عليكم، طبعا حد يجري يقطع حته من الصبار ويغسلها تحت الحنفيه. بعد كده هجيب السكينه وافرقها نصين كده، اقسمها نصين، هاجي على مكان الحرق وهحط الصبار كده، وهجيب رباط وهربط بيه، هربط على مكان الحرق كده، هحط كده الصبار كده زي ما هي على مكان الحرق وهربط، ولو مثلا المكان اكبر ممكن احط اتنين جنب بعض حسب المساحة بتاعت الحرق، وهربطه برباط ضغط او اي رباط عندك لمدة 12 ساعة. طبعا انت بتحسي بوجع شديد اول 10 دقايق، بتحسي بوجع شديد جدا من شدة الالم لان هو بيمتص الالتهاب فورا، فاول 10 دقايق هيبقوا متعبين جدا، ما تحاوليش ان انت تفكي الرباط ابدا. بعد كده بتقعدي 12 ساعه، بعد ال 12 ساعه بنبص بنلاقيها ان الورقه نشفت ما فيهاش اي حاجه، بغيرها واجيب ورقه جديده. طبعا النص دوت بتحطيه في كيس نايلو وحطاه في التلاجة، مش بترميه طبعا، بتحطيه في التلاجة بتحفظيه في كيس نايلو، بتجيبيه تاني يوم بعد ال 12 ساعه بيمروا، بتحطي واحده ورقه جديده، ورقه صبار جديده كده حسب الحرق، بتغطي الحرق طبعا كله وبتغطيه وبتلفيه بورقه، بتلفيه بالرباط، رباط الضغط او اي رباط موجود عندك او